عن نقص حاد في الأدوية الأساسية المنقذة للحياة في العراق، أكد وزير الصحة علاء العلوان عمل وزارته على توفير هذه الأدوية بشكل طارئ واستثنائي ومحاولة تفادي الإجراءات المعقدة المتبعة في شراء الأدوية. الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة التي يجب توفيرها دون تأخير. احنا لما نتكلم على الأدوية الأساسية نتحدث عن حوالي 550 مادة دوائية. نتحدث فقط عن الأدوية الأساسية اللي هي منقذة للحياة، وفي نفس الوقت هي الأدوية التي تستخدم لعلاج الغالبية العظمى من الحالات المرضية. هذه الأدوية ينبغي أن تكون متوفرة باستمرار. للأسف الشديد كما ذكرت الوضع الحالي غير مشجع على الإطلاق، لكن لدينا الآن دراسة حول هذا الموضوع ونعمل على مسارين. المسار الأول أنه العمل على توفير هذه الأدوية بشكل استثنائي وطارئ. اتخذنا إجراءات استثنائية بالذات بالنسبة لبعض الأدوية المهمة مثل أدوية اللوكيميا. هناك حديث عن أدوية اللوكيميا والثلاسيميا. هناك عقود أطلقت وتمت تغطيتها حاليا منذ أكثر من شهر بهذا المجال، وبلغنا الشركات المنتجة بإرسال أيضا شحنات طارئة أو تأمين هذه الأدوية بطرق استثنائية.